استراتيجية جديدة للطاقة وضعتها المملكة المتحدة بعد قرارها إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بسبب غزوها أوكرانيا. الاستراتيجية تتضمن خططا لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية مع دعم الإنتاج المحلي من النفط والغاز. نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأشخاص في تغطية تكاليف المعيشة وسنفعل المزيد، لكن الخطة الجديدة تهدف إلى معالجة بعض أخطاء الماضي والتأكد من أننا في وضع جيد في المستقبل. لم نعد خاضعين لتقلبات أسعار النفط أو الغاز العالمية. لا يمكننا أن نتعرض للابتزاز كما كنا من أشخاص مثل فلاديمير بوتين. الاستراتيجية الجديدة تلقى انتقادات من بعض الأحزاب والمواطنين لأنها لا تحل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، كما أنها تفتقر إلى التوسع في إنتاج طاقة الرياح من البر وتحسين العزل المنزلي. الخطة الاستراتيجية البريطانية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤخرا هي في الواقع ستأخذ سنوات طويلة لتحقيقها. مثلا من الأهداف هو توليد 95% من الكهرباء من الطاقة النظيفة الغير كربونية أو قليلة الكربون. إذن علينا أن ننتظر 7 سنوات قبل أن نرى الفوائد. وهناك خطط أخرى لما يسمى إعادة إحياء الطاقة النووية، المفاعل النووية. تمن مفاعل نووية سيتم إعادة تأهيلها وبنائها. هذا أيضا سيأخذ عدة سنوات. وكذلك الاستثمار في مشاريع تسمى مزارع طاقة الريح الهوائية، وهذه أوفشور، يعني بعيدة عن الشاطئ في البحر، وهناك معارضة لذلك. الخطة لم تخلو من الأبعاد السياسية، فبريطانيا بالشراكة مع حلفائها الأوروبيين تسعى إلى تعزيز أمن الطاقة الأوروبية وتنويع مصادرها من حلفاء موثوقين كالولايات المتحدة والخليج لإنهاء الاعتماد على روسيا كمصدر للنفط والغاز. استراتيجية الطاقة الجديدة لا تحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الطاقة والمعيشة في بريطانيا التي أنتجتها العقوبات وقرار إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بحلول نهاية العام، إلا أنها تساهم بإنهاء استخدام روسيا الطاقة كورقة ضغط وتقوية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والالتزام بتعهدات بريطانيا بالتخلص من انبعاثات الكربون بحلول نهاية عام 2050. جمان العزاوي، الحرة، لندن.